السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير يونايتد. انا بشكر كل واحد طبعا دعمني في الحلقه اللي فاتت ودعم بقى القناه بشكل خاص، يعني سواء بلايك او بكومنت او بشير حتى للحلقه. طبعا دعم مستوى القناه، لكن على المستوى الشخصي بقى في الكارير يونايتد، يعني انتوا كلكم في ظهري بشكل كبير جدا، وتعليقاتكم كلها كانت محفزه جدا لينا. واكيد اكيد ان شاء الله انا عايز اقدم احسن حاجه ليا والفريق ان شاء الله الفتره الجايه دي. لكن المشكله كلها زي ما انتوا عارفين ان مانشستر اصلا كانت بتعاني الفتره اللي فاتت دي كلها، فاكيد الناس متوقعه تغيير جذري في اول موسم، لكن الموضوع هيبقى صعب جدا في اول موسم. زي ما انتم عارفين الاداره هي نفسها حطت فكره ان احنا نفوز بالبريمير ليج على مدار موسمين مش موسم واحد، لانها فاهمه اكيد ان الموضوع صعب مش سهل. حلقه بقى النهارده هنبتديها بماتش نوتنغهام فورست في ملعبنا قدام جمهورنا، اكيد محتاجين الثلاث نقط دي بعد التعادل بقى قدام توتنهام في الحلقه اللي فاتت. صحيح كسبنا ولفرهامبتون، لكن والتعادل قدام توتنهام ما كانش وحش قوي، بالعكس نتيجه كويسه جدا بره ملعبك، لكن اكيد اكيد تفرق معانا بقى ماتش نوتنغهام ده. ثلاث نقط مهمه جدا، لان عندنا ماتش صعب جدا بقى في شهر سبتمبر قدام ارسنال في ملعب الامارات. اكيد الماتش هيكون صعب زي ماتش توتنهام، مش هيكون سهل. بعد كده ناخد نوعا ما ماتشات نوعا ما ميد تيبل شويه، برايتون طبعا ماتش قوي، بيرلي بقى وكريستال بالاس، يعني ماتشات المفروض على الورق انها في المتناول، لكن طبعا زي ما انتم عارفين البريمير ليج مفيش فيه ماتش مضمون. ونخش بعد شهر اكتوبر ناخد فيه ماتشين من الثلاث ماتشات دول، ماتش برينفورد في ملعبنا، ونختم بقى الحلقه بماتش شيفيلد يونايتد. قبل ما نبدا الحلقه اظبطني في لايك وشير وسبسكرايب فار جارس تنبات، يلا بينا نشوف الحلقه فيها ايه. محمد سعيد كان اقترح عليا اقتراح كده كويس قوي، يعني هو طبعا كريستيانو رونالدو راجل عايز يرجعه تاني طبعا، يختم بقى مسيرته في مانشستر وفي ناديه بقى الاساسي، نادي اللي لعب فيه وتالق فيه بشكل كبير جدا، لكن للاسف رونالدو مش هيكون متاح. ممكن كنا نجيبه، معرفش سعره كام، 19 مليون طبعا صعب شويه، لكن حتى لو كان اقل من كده يعني رونالدو لسه رايح نادي النصر، مكتوب ان اللاعب ده مش هيقدر يتحرك من النادي في الوقت الحالي. ممكن في يناير ان شاء الله لو سعره قل شويه وممكن بقى متاح للبيع، ممكن ساعتها نشتريه من نادي النصر او نجيبه حتى اعاره، يعني هو حتى اعاره مش هيبقى متاح دلوقتي، هيبقى صعب جدا نجيبه، فغالبا رونالدو طبعا مش هيبقى متاح في الوقت الحالي. طبعا عشان اوريك بقى ان البريمير ليج بقى قوي جدا والماتشات بتبقى صعبه جدا، نوتنغهام المفروض النادي اللي بيصارع الهبوط بقى او مرشح انه يصارع الهبوط الموسم ده، يعني جايب سكالبيني مدافع اللي انتوا كنتوا رشحتوه قبل كده ليا. معنى كده ان انديه البريمير ليج حتى الانديه الضعيفه او المتوسطه بتدعم هي كمان بصفقات قويه. قابل انت يا دالوت، ما ينفعش، ايوه كده صح يا جرينوود، اعمل فاول مش مشكله، خطر جدا دي، حلوه جدا يا اورينا والله، الله عليك والله العظيم لعيب يا جرينوود، خش انت بقى، حلوه، خلص والله العظيم هايل يا جرينوود والله، يعني عايزك كده تنافس وتكمبيت بقى في مركزك مع انتوني، ما تفتكرش ان هو بس على طول، حاول بس نخطف جول كده ان شاء الله. حلوه الكره دي، جرناتشو الله عليك، يلا والله ركنيه، طيب يا تشاوميني صح يا سيلفا يا دولي، اطلع كاونتر اتاك، خش الله على الكوره، ولا جرين وود، خش انت يا ابن اللعيبه، يا نهار اسود على الكوره دي، حلوه جدا يا جرين قوي صح، اضغط لي هنا بقى كده، هنكابيه ما ينفعش، يا هنكابيه ما يعدكش كده، هنكابيه ضربه جزاء، هي كده كده جول يعني، يا ساتر على الغلطات، بس بلاش لازمه دي يا جماعه، احنا اتزنقنا في الحته دي قوي، يا رب يا اونانا بقى ان شاء الله تصدها، هايل يا اونانا والله، يلا كاونتر اتاك، خش حلوه دي قوي، هويلاند فين، حلوه جرين اتفرت عليه خلاص، حلوه والله العظيم، الواد جرين النهارده عامل ماتش حلو جدا يا ابن اللعيبه، مارتينيز خش انت، حلوه جدا مارتينيز، بدأ دور الهجومي كان يبان كمان في الملعب معانا، هي اخر كره في الشوط خلاص، يعني يا رب تظبط معانا بقى، يلا فرنانديز كده، حلوه يا راجل، حط الكره صح يا فران، هيصفر خلاص، طيب انا مش عايزك تقلق خالص وتلعب بثقه شويه عن كده، يعني اللعيبه حاسس انها خايفه يا جماعه، انت بتلعب باسم مانشستر يونايتد، واحد من اقوى انديه انجلترا، يعني عيب جدا لما نكون ثقتنا مهزوزه في نفسنا قدام نوتنجهام. انا مش بقلل من الخصم، نوتنجهام فريق قوي وفريق محترم جدا، لكن في نفس الوقت انا عايز نلعب براحه شويه، نلعب براحتنا، ما نحسش ان احنا متكتفين في الملعب كده،
العب وهاجم وضيع فرص مفيش مشكله، بس اهم حاجه العب بثقه. يا نهار ابيض، راجع مارتينيز بسرعه، قابل انت مارتينيز، والله العظيم دولي يا مارتينيز، خطر جدا دي، يا ساتر على الكوره، اوعى دي، الحمد لله الكوره مش ممكن يا جماعه، فيها يا جماعه، تعالى يا جرناتشو كده، لسه عندك كتير يا جرناتشو، لسه عندك كتير قوي، انا مستني منك اكتر من كده بكتير. نزل يا راشفورد بقى، حلو يا جرناتشو، قابل يا سيلفا انت كده، اوعى الكارت الاحمر يا سيلفا، حلو يا سيلفا قوي يا دولي يا سيلفا، براحتك يا سيلفا خالص، يلا يا انكابيه، اطلع خش يا انكابيه، حلوه جدا دي، هويلند ولا هويلند جول دي، الله يا هويلند يا ابني، اختفى طول الماتش، ظهر في كره واحده، قلت لك هتفاير معانا يا هويلند، والله اتقل بس على نفسك شويه، ضيع لي كده سنتين ثلاثه في التغيير ده كده، تعالى يا هويلند انت وجرين وود، انزل يا انتوني انت وسانشو، طبعا راشفورد يخش بقى راس حربه، ضيع سنتين كده براحتك خالص على الهادي كده، اعمل فاول شو، لا خطر دي، اتقلقني الكره دي، برونو افرد برونو، طلع من هنا، حلوه جدا يا سيلفا، مبروك يا رجاله ثلاث نقط، امسك نفسك بقى، والله العظيم رجاله، عاش جدا رجاله والله، ساعات بسيطه بتفصلنا بقى خلاص عن نهايه الميركاتو رسميا بقى، يعني عرض من توتنهام لاندلوف، يعني ناس كتير كانت اشتكت قالت لاندلوف مش قد الكواليتي بقى مانشستر يونايتد، انا فاهم كويس قوي لاندلوف طبعا كان وقت مورينيو ما جابه كان اكيد لاعب بوتنشال عالي، لكن للاسف الراجل ما خدش فرصته بشكل كافي، 29 سنه دلوقتي حاليا ما بيلعبش بشكل كافي معانا، ومش هيقدر ياخد ويكومبيت بقى في مركزه مع فاران ومع كمان انطونيو سيلفا، واضح جدا الموضوع بقى صعب جدا، لو الصفقه خلصت من 17 ل 18 مليون بالنسبه لنا تبقى فرق ناف قوي، هو سعره في السوق 14 مليون، انا يهمني الصفقه تخلص يعني اقل من 16 مليون ده احنا خسرنا في الصفقه دي، ومش هنقدر نجيب بديل مناسب لاندروف، اقل من كده مش هقبل، فانا ممكن نقول لهم نخش نتفاوض معاهم ونشوف الصفقه تخلص على كام. يعني الجزء الاسهل في الموضوع كله خلاص تم صفقه لاندلوف توتنهام تمت ب 17.5 مليون زي ما احنا كنا عايزين بالظبط، الجزء بقى الاصعب ان احنا نلاقي البديل، في طبعا اثنين او ثلاث لعيبه جاهزين في البلان عندنا وفي الشورت ليست عندنا، طبعا في بلان A وبلان B وبلان C، هنشوف طبعا الخيار الاول بالنسبه لنا وان شاء الله نتوفق في الصفقه دي. انا بحب النوع ده من الصفقات بشكل كبير جدا، صفقات ما لهاش دوشه كتير، يعني فيفيان بقى من اتلتيك بلباو، لاعب ده يا جماعه يعني يقدر يكون بديل كويس قوي لفاران على المدى الطويل، 24 سنه، الصفقه الحمد لله تمت بشكل كويس جدا، 25 مليون ما كلفناش كتير قوي، والريب بتاعه نوعا ما يعني كمستقبل طبعا النادي هيضيف للنادي كتير. بعد بقى خلاص ما قفلنا الميركاتو وندخل بقى على ماتش ارسنال، زي ما انتم شايفين كده الماتش طبعا اكيد صعب جدا، ارسنال في ورانا على طول بفرق نقطه، هم في المركز الثامن واحنا السادس، يعني ده اول ماتش بقى قوي وديربي وكلاسيكو كبير جدا في انجلترا، يعني احنا الماتش الاولاني في التوب 6 قدام توتنهام اتعادلنا 2-2، ماتش بقى يعني اختبار تاني لينا وصعب جدا، اكيد يهمني طبعا اطلع بنتيجه كويسه في الماتش ده. يعني الماتشات دي بقى اللي بتعمل علاقتك بقى مع جمهور يونايتد، وهي اللي بتدي بقى العلاقه بيننا كويسه جدا، وبتخلي الجمهور يثق فينا وبتخلي الجمهور يثق في المشروع بشكل عام، ماتش زي ده يعني ثلاث نقط تبقى انجاز كبير جدا لينا في بدايه بقى الطريق والمشروع بتاعنا ان شاء الله. نركز بقى يا جماعه ان ارسنال يعني نازله الماتش ده اكيد الثلاث نقط بالنسبه لها مهمه بعد خساره الجوله اللي فاتت. خطر دي جدا. لا افيليا دلول كده. طلع من هنا. حلوه جراناتشو. هاي لا جراناتشو والله. راسي على كورتك. اقتل بس على الكوره يا برونو، خش يا جراتشو انت، جراتشو حلوه يا ابن اللعيبه، هويلند ماشي لسه الكوره حلوه جدا الكوره دي، جراتشو حلوه حلوه يا شباب والله، اهم حاجه بس امن الدفاع كويس وتردد بكاونتر اتاك بقى، قابل يا سيلفا انت ساكا ده، يا نهار ابيض على الكوره، والله العظيم يا فاران دولي، بس كمل كورتك يا فاران، اهم حاجه كمل كورتك، حلوه يا ونانا، تقريبا انا شفت ولاد بيدرو كونجالفيش بتاع سبورتنج تقريبا، اوعى دي حلوه جدا يا ونانا، بص كاونتر اتاكن كابيه، جري جراتشو يلا بسرعه يلا يا ابن اللعيبه، جراتشو ممتاز يلا خش، مش اوف سايد، الله يا هويلند الجول ده حلو قوي، فين الكابي طيب، تشاوميني خش انت، مش هاند بول، هاند بول دي ايه، ضربه جزاء ولا ايه، بص الفاول ده يعني كان فاضل سنتي يبقى ضربه جزاء،
ولا برونو. فاول ده حلو قوي يعني، تعرف تظبطها انت بقى تشاوميني؟ مش ممكن على الكوره دي، احنا احسن بكتير منهم والله، احسن بكتير. لا جرناتشو جامد قوي، جرناتشو جامد قوي ومزعل بين وايت قوي يعني، هايله جرناتشو. لو الحكم ده بقى فير يعني يديله كارت احمر، صح كده والله. ده الواد شكله اتصاب اصلا. خلص يا فرنانديز، مش فاول والله العظيم. تشاومين يا جماعه حق، الفلوس حلال، الفلوس حلال بتاعته والله العظيم. حلو، ما فيهاش حاجه يا حكم. لا يا حكم، لا لا لا، الكره دي ما فيهاش اي حاجه. هيديله انزافيا؟ لا لا لا، ما فيهاش حاجه الكوره. ارجع سيلفا بسرعه، اقف مع اخوك ونانا كده ورا. حلو يا سيلفا قوي. لا اعمل فاول طيب، عشا فران. مش ممكن يا جماعه، اونانا حلوه يا اونانا، ما تحطوش اونانا واحد واحد ضد واحد يا جماعه كده. خلي بالكم ان الطرد خدمنا الشوط الاول، خدمنا الشوط الاول كتير جدا، لكن الطرد مش هيخدمنا الشوط الثاني. ليه بقى؟ ارسنال كده كده هتبيع الماتش الشوط الثاني، هتنزل بقى بص ضغطه بشكل رهيب، كده كده مطلوب من عندها واحد، فهتهاجم بكل قوتها تحاول تعوض النتيجه وتطلع بتعادل في الماتش ده. احنا دورنا ان احنا نامن بقى الماتش على قد ما نقدر، ونحاول نستفزهم بلعبنا، ونحاول نمسك الكوره، ده هيستفزهم وهيخليهم يغلطوا، واحنا ساعتها نستغل الاخطاء دي. نمسك الكوره شويه، ديفيز راح ليفربول اهو. حلوه يا برونو قوي. جرناتشو مش اوفسايد يا ابن اللعيبه، جرناتشو والله العظيم لعيبه، جرناتشو مشروع سوبر ستار والله يا ابني. صح هنكابيه، ساكا بص مزعج قوي انا عارف، طلع من هنا. لا يا فران، لا يا فران مش كده. حلو قوي يا سيلفا، تعالى ماينو كده انزل مكان مارتينيز طبعا عشان الانذار اللي عندك، وكمان مجهد جدا مارتينيز. هويلاند برده يعني اختفى شويه الشوط الثاني، محتاج بقى راشفورد وانطلاقاته في الوقت اللي هم بيهاجموا فيه وبيضغطوا علينا، احنا بقى عندنا مساحات ورا فاضيه كبيره قوي يعني. حلوة اونانا، يلا هنكابيه، حلوة جدا دي يا ابن اللعيبة. جرناتشو والله العظيم ممتاز الواد ده، جرناتشو. لا اقول عليك ايه، والله العظيم احلى واحد في الماتش النهارده يا دلو. انت عندك انذار، ما ينفعش تعمل فاول. خلي بالك، خطر جدا دي، يا ساتر على الكورة، مش من هجمه يجيبوا جون يا جماعه. تشاوميني بلوك بسرعه، حرام عليكم والله العظيم، حرام عليكم يا جماعه. ده انا لسه بقول لكم مش من هجمه يجيبوا جون يعني. الشوط الثاني ماسكين، ماسكين كوره احنا كويس جدا. حلوه برونو، خش انت، كوره حلوه جدا. راشفورد، راشفورد خلص. الله يا راشفورد، الجول ده والله العظيم عارفك هتعمل حاجه الماتش ده يعني. الراجل نزل بديل يا جماعه، بديل بس راشفورد بصراحه مفاير معانا كده. مبروك يا شباب، مبروك والله العظيم، مستحق الثلاث نقط. لسه كنت هلعب بخط بقى ثلاث سنتر باك ورا، لكن النهارده مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي من وجهه نظري مش هويلاند ولا راشفورد، هو جرناتشو. النهارده واحد لاعب ماتش على بين وايت، كفايه الطرد اللي لبسه لبين وايت. انت متخيل بقى ان احنا بعد اربع ماتشات عاملين المستوى الهايل ده، ومش بس مستوى هايل ومستوى في الملعب كويس، لا كمان نتائج كويسه جدا يعني. احنا في المركز الثالث نفس عدد نقط بين سيتي بقى وليفربول، احنا كده يعني حطينا نفسنا مكان ارسنال بقى. انا قلت لكم في بدايه الكارير وبدايه الموسم ان في ثلاث فرق مستحوذين على انجلترا، احنا يعني طردنا ارسنال بقى بره التوب 3 ودخلنا مكانهم دلوقتي حاليا. طبعا مش بس في الجدول، كمان من حيث الاداء بقى والشكل في الملعب يعني. احنا 10 نقط دلوقتي حاليا، انا يهمني نطلع بقى بشكل كويس جدا قدام برايتون، والاهم طبعا مش الشكل كويس ان انت تاخد ثلاث نقط في ملعبك وسط جمهورك، ده يديك ثقة أكبر في الماتشات الجاية بإذن الله. يعني أنا مش عايز مفاجآت، مش عايز مفاجآت في الماتش ده خالص يا جماعة، أبوس إيديكم يعني. ماشيين كويس جدا وعاملين نتائج كويسة جدا الفترة اللي فاتت دي. تكمل على خير بس إن شاء الله قدام برايتون، فرقة بتعاني قدامنا بقى، هتتحول ريال مدريد يعني. سيلفا حلوة، مارتينيز قوي، امسك طلع، حرام عليك. حلوة مارتينيز بس يعني طلع الكورة بسرعة، مارتينيز حطها كورنر للراجل ده، جايبين إليوت كمان هنا قصص ده. اطلع جرناتشو، انت كده كده في الدفاع مش هتبقى احسن حاجه يعني، لكن تخدمنا في الكاونتر اتاك. حلوه
شوف انا لسه بقول ايه، مش عايز مفاجات في الماتش يا جماعه. يا برونو، يا برونو دي غلطه كبيره، ده انت كابتن الفرقه يا برونو. طب اكلم مين؟ طب يا برونو يعني يكلمك هو؟ عيب يا برونو والله. حلوه فران قوي. هويلاند هي فكرتها حلوه. جرناتشو والله العظيم حلوه، جرناتشو حلوه. الواد بيقاوح وبيعافر على كل كوره. عش هولند قوي. خش يا جرين، جرناتشو حلوه حلوه يا شباب حلوه. في احسن من كده؟ لان عندكم احسن من كده كتير كمان. صالحني بقى برونو. يا نهار ابيض يا فرعون على الكوره يا ابني. خش فين هويلند؟ فين؟ خش يا هويلند. حلوه دي قوي. دالوت ايه يا جماعه؟ فيها يا جماعه؟ ما البعيد عندك فاضي. يلا يا دالوت يلا. خلي بالك خلي بالك من الزحمه دي. حلوه يا فران، طلع من هنا. بص ايدك ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ يعني يا شباب انتوا مش خايفين؟ اه واضح جدا احنا مش خايفين من برايتون، اكيد طبعا باينه جدا في الملعب، لكن احنا متسرعين قوي ومهزوزين شويه حته الثقه عندنا. ما اعرفش ليه بتلعب باستعجال يعني جرين وود. انا حاسك متكهرب، كانك متكهرب في الملعب. فين يا جرين؟ تعالى كده انتوني انزل لي. يعني جرناتشو مكان كده سانشو مكان جرناتشو، برونو يطلع. برونو اختفى الشوط الثاني خالص. يعني انزل يا ماونت كده، عايزك تكون بص اي كوره تجيلك قلت شاري في الجون على طول بقى شوت. سانشو حلوه، سانشو قوي. ماونت كوره حلوه جدا. ولا ماونت خش انت ماونت يا ماونت، لسه بقول لك شوت على طول يا ماونت. يلا يلا ربط على الكوره يا فاران. حلوه حلوه يا شباب. يا ساتر على الكورة فران، والله العظيم سوبر ستار يا فران، والله سوبر ستار. اخلص بسرعة ماينو. حلوة جدا. يلا دالوت اخر كورة دي والله ممكن، والله دي يا راجل على الكورة. مش ممكن على الفرصة دي. يعني ده الماتش اللي ما كنتش عامل حسابه، ده الماتش اللي كنت خايف منه وقلقان منه. يعني سبحان الله النتائج اللي احنا كنت مش متوقع ان احنا نعمل فيها نتائج كويسه زي قدام ارسنال قدام توتنهام. للاسف يعني جينا بقى قدام برايتون خيشنا بقى. يا عبد الصمد يعني بيرلي بقى وذكريات بيرلي بقى الجميله وايام بيرلي الجميله بقى. بيرلي زيرو بوينت يا جماعه من 5 ماتشات، الفريق ما جابش ولا نقطه. يعني عشان تعرفوا بس ان انا كنت كان يعني كنت عامل معجزه مع بيرلي. انا مش عايز ماتش برايتون ياثر علينا ويهز ثقتنا في نفسنا. وارد جدا تتعثر في ماتش وتخسر ماتش، ده وارد جدا. اه الخساره مؤلمه قدام برايتون وخسرنا يعني في ملعبنا قدام جمهورنا، لكن فرصه بقى نرد في الترف مور قدام فريق بيرلي. يعني اتمنى بقى نشوف اداء ورده فعل كويسه جدا من الفرقه في الماتش ده. تغييرات مهمه بقى في ماتش بيرلي كده، يعني طبعا اهمها في خط الدفاع بتاعنا. فيفيان بقى وجنبي ساكا هياخدوا فرصه اساسي في الماتش ده، وسانشو كمان مكان جرناتشو. عايز اشوف بقى اداء كويس جدا. ملعب تيرف مور طبعا ملعب مش محتاج اتكلم عليه، انتوا عارفينه طبعا وعارفين صعوبه ماتشات بيرلي بتبقى عامله ازاي. حلوه مارتينيز قوي. ايوه كده انتوني خش. هويلاند برونو حلوه حلوه برونو قوي حلوه برونو. احنا احسن بكتير منهم. خش انتوني. يا نهار ابيض على الكوره. حلوه انتوني قوي. يلا انتوني كده خش. يلا برونو حلوه برونو قوي. ترافورد بقى يعني وايام ترافورد الحلوه بقى. يا ساتر ده هينكابي اتصاب ليه؟ طب اتصاب امتى؟ طلع سيلفا. حلوه سيلفا قوي. مشكله اصابه انكابي بقى، هنضطر نعتمد طبعا على لوك شو في الوقت الحالي. تعالى شو كده. حلوه يا شو قوي. برونو ماشي لسه الكوره شكلها حلو الكوره دي. تشاوميني الله عليك يا تشاوميني، لسه بقول الماتش هيتصعب. جول في وقت مهم جدا يلا. لو ما كانتش الجول ده جه كان الشوط الثاني هيبقى صعب جدا علينا. طلع من هنا انتوني. برونو خش انت قبل بيساكا. طلع من هنا. حرام عليكم يا جماعه يا جماعه، ده ما عملوش بجنيه كوره في الماتش كله. حلوه سانشو قوي. اطلع الكوره طيب
شو؟ طب ده عرضيه دي ولا شوطه ولا انت عملت ايه بالظبط ولا بالونه دي ولا ايه الكوره دي يا ابني؟ انتوني يا نهار ابيض على الكوره، هايل يا انتوني والله. يعني تغيير كده مش متعودين عليه، مارتينيز كده هيخرج وينزل ماونت هيلعب 8 في نص الملعب، بقى محتاج شويه اجازف في حته الهجوم، وراشفورد ينزل مكان هويلاند. حلوه شو قوي سانشو. شو راشفورد خلص انت ولا راشفورد؟ يا نهار اسود ده لسه كنت اقول جول والله. ايه راشفورد ده قبل انت؟ شو اوعى دي، يا نهار اسود على الكوره. بصوا ان انا كان واقف ايه سرحان في حته تانيه خالص، مش ممكن. ده هم لو بيلعبوا بكوره صح، يعني ادمز ده لو مهاجم صح، لو كان بروخ ادم ده كان جاب جون. مين طب جاي معانا يا جماعه؟ ماشي يا فيفيان. الله الكره دي، حط جون بقى برونو. يعني كره حلوه جدا ومتفقين عليها حلوه قوي، بس الفانش بقى يا برونو سلكها بقى الكره دي، رفع حلو بقى. اللي هيخلص الماتش ده دي مكافاه عندي مش فينا طبعا. حلوه تشاوميني قوي. راشفورد الله عليك يا راشفورد، ليك مكافاه عندي انا والله. مرتبك ان شاء الله لو استمرت بنفس المستوى ده هيزيد السنه الجايه ان شاء الله بنسبه 10%، بتاخد 100 تاخد 110. صح يا برومو قوي، يا ساتر على الكوره، خطر جدا دي والله العظيم. اونانا شال جول يا جماعه، هايل يا اونانا. سيبه ركز في الماتش بقى، طلع طلع سيبها سيبها، صفر بقى حكم. يعني ثلاث نقط مهمه، الثلاث نقط دي يا جماعه والماتشات اللي زي دي بتديك بقى يعني سترايك كويسه جدا. لو كنا خدنا ثلاث نقط برايتون كان زماننا اول الدوري دلوقتي. يعني بعد ماتش بايرلي والثلاث نقط اللي اخدناهم مهمه جدا، طبعا اصابه هنكابيه الحمد لله جت بسيطه كده، لكن لعبنا ماتش في الكاس قدام كوفنتري سيتي، ماتش كان صعب جدا. هحاول انزل لكم منه شويه لقطات كده على قد ما اقدر في الحلقه، لو ما عرفتش على حسب بقى مده الحلقه تمشي ازاي. المهم ان احنا كسبنا بعد ما تعادلنا 1-1، كسبنا 5-4 بضربات جزاء، كان ماتش صعب جدا. يعني بالنسبه لي كان الماتش ده اصعب من ماتش بايرلي بكتير. الاصابات دلوقتي حاليا عندنا يعني للاسف اصابه طبعا جرناتشو، 4 اسابيع اتصاب في ماتش كوفنتري سيتي، طبعا ضربه يعني لينا شهر كامل غياب جرناتشو. فرصة بقى طبعا يعني لسانشو يثبت نفسه، مشكلة بس سانشو ان لياقته مش جاهزة 100%، فاعتقد ان راشفورد هيكون اساسي في ماتش كريستال بالاس اللي جاي. هويلاند، طب ايه يا حكم اللعبة ده يا حكم؟ كارت احمر الكرة دي، حلوة هويلاند قوي. ايه طيب انت بقى صح بقى، حلوة جدا يا فران. الكرة هندور على مين؟ عليهم هم على فكرة. يلا انتوني اطلع انت، ماشي خش يا داروت، حلوه هويلند مش اوف سايد. بص يا هويلند خلص كورتك. ايه يا هويلند، ايه يا هويلند، فيا هويلند. حلوه يا فران قوي، هتاخد كارت احمر انت كمان ولا ايه؟ هي مش ناقصه بقى، هيديله ايه؟ الحمد لله كارت اصفر مش مشكله. طلع من هنا بتاعتك دي يا اونانا، الكره دي بتاعتك انت يا اونانا. حلوه راشفورد قوي، يطلع هنكابيه. طب خش يا راشفورد يا ابن اللعيبه. هويلن فين بقى الكره دي؟ ايه يا انتوني ده يا انتوني، طب شطها بشمالك، طب في اي حته يا انتوني. وحشه جدا وحشه جدا، خطر جدا دي يا جماعه اللي بيحصل ده والله العظيم، يعني حرام والله العظيم ماتش زي ده يروح مننا بالسهوله دي كده. حلوه يا انتوني، كره حلوه جدا دي. برونو هويلاند خلص يا راشفورد. ايه يا راشفورد، فيها يا راشفورد. يعني ما اقدرش اقول ان احنا في فضيحه بمعنى الكلمه، انك تخسر في ملعبك تاني ماتش لينا يا جماعه، نخسره في ملعبنا قدام برايتون خسرنا 1-0، وادي قدام كريستال بالاس مطلوب من عندها واحد في اول الماتش. يعني ايه اللي بيحصل يا جماعه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش قادر افهم. بس تعالى هنكبيه كده، انا عايزك تطلع تزيد شويه، اعمل اوفر لاب الاول وجوين اتاك طبعا، ونفس الكلام لتشاوميني برضو عايزه يزيد شويه. ما يشوطش يا سيلفا، يا ساتر حلوه اونانا قوي.
ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ده انا المفروض اعتذر بعد الماتش ده بقى. حلوه. خش يا كابتن، مش اوف سايد، خش يا كابتن. حلوه. مش ممكن. كريستال بالاس هانتنا النهارده في ملعبنا. والله العظيم اهانه بمعنى الكلمه. يعني انا بعتذر لجميل يونايتد، والله العظيم ما فيش حاجه اعملها، كلنا لازم نعتذر كده للجماهير دي كلها، حرام والله. الفريق ده ما يستحقش ابدا 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 بمعنى الكلمه، مش الفريق كوره، الجمهور الفريق ما يستحقش ابدا النتيجه دي. يعني برغم الخساره قدام كريستال بالاس احنا لسه في التوب فور، يعني دي حاجه نوعا ما تدينا شويه يعني امل في الماتشات اللي جايه، وتدينا بقى المفروض دافع في الماتشات اللي جايه. في حاجه بس مهمه جدا، احنا دفعنا مستقبل 9 تجوال في 7 ماتشات لحد دلوقتي، ليفربول وسيتي الاثنين من التوب فورم او توب تيم بقى في البريمير ليج، 9 تجوال نفس الكلام برضو. لكن الرقم بقى اللي مخيف بالنسبه لي هو رقم الهجوم عندنا، او بمعنى اصح رقم الاجوان اللي احنا جبناها. احنا جايبين 9 تجوال، ما عندناش هداف رسمي في البريمير ليج، هويلاند لسه ما فاقش معانا قوي 100%. صح، بيجي ليه لقطات كده بيظهر فيها بشكل كويس قوي، راشفورد نفس الكلام، لكن ما فيش لاعب تقدر تقول انه يشيل خط الهجوم كله. طبعا لسه هصبر شويه، طبعا مش اكيد مش هستعجل في الحكم على لعيبتي، لسه عارف ان هم هيتطوروا احسن من كده كتير، انا واثق في ده. لكن طبعا في نفس الوقت برضه بطمن الجمهور، بقول لهم احنا ماشيين في الطريق الصحيح لحد دلوقتي في حته التطوير. في حاجه تانية بس، اقوى خط دفاع في البريمير ليج هو دفاع ارسنال، 5 تجوال، يعني الفرق بينه وبينه 4 تجوال، لولا ماتش كريستال بالاس كان زمان دلوقتي احنا يعني 6 تجوال، كنا احسن خط دفاع بعد ارسنال. يعني الجمهور ده والله العظيم ما يستاهل ابدا اللي بيحصل في ماتش كريستال، اللي حصل في ماتش كريستال بالاس. الجمهور ده مستني حاجه واحده بس، مانشستر النهارده تاخد ال3 نقط باي شكل تلعب اوف تراكم، لازم بقى. ومش بس ال3 نقط، احنا كمان ندومينيت بقى على الجيم ونركب احنا الجيم واحنا نتحكم في الجيم. انت بتلعب برينفورد، فرقه رخمه وفرقه رزله وبتلعب كره مباشره، هتتعبك في الماتش ده. صح، ظهرك يا دالوت هايل. ايوه كده، عايز رجاله النهارده في الملعب بقى. خش يا انتوني، كاونتر اتاك حلوه دي قوي. برونو هويلاند خلص انت. ايوه كده، ايوه كده يا هويلاند، ايوه كده يا ابني، حرام عليك، طمنا بقى شويه، طمن جمهورك ده كله. يلا انت بقى خلص. حلوه هويلاند قوي، هتعمل حاجه والله. حلوه هويلاند الماتش ده، ايوه كده، الكلام جاب معاك نتيجه. حلوه دي قوي، ايوه كده، الشغل ده حلو قوي. صح، اطلع انت تشاوميني. هويلاند حلوه، الله على الكوره، يا خبر ابيض على الكوره دي، مش ممكن، ده شالها ازاي ده؟ بس قبل ادروت تحت خالص فاضي، اوعى يشوط ده. يا سلام لو تجي لك، بس هي اتصعبت قوي، اتصعبت قوي يا راشفورد، اتصعبت قوي يا راشفورد، حرام عليك يا راشفورد. الله كرة، خش يا هويلاند، يلا برونو. ايه يا برونو، فيها برونو دي تاني كوره ليك يا برونو، خش، مش اوفسايد. راشفورد حلوه جدا، حلوه جدا، ايوه كده، هتيجي ان شاء الله هتظبط معانا. خش يا تشاوميني انت، يلا تشاوميني، حلوه تشاوميني، حلوه، خلاص الماتش خلص، ماتش خلص خلاص. يعني من حق كل جمهور يونايتد، اي حد عايز ينتقدني يا جماعه ينتقدني، واللعيبه يعني في احسن من كده انا عارف عندهم، ولسه طبعا هيتطوروا واحده واحده، مش بس اكون واضحين. يعني لو حد لسه قلقان من ماتش او نتيجه ماتش برينفورد بقى، يعني بعد الخساره في ملعبنا الثاني ماتش على التوالي قدام برينفورد، انا متفاهم جدا ان انتوا قلقانين، واكيد ليكوا حق طبعا تقلقوا، لكن ان شاء الله يعني نرجع بقى ثقتنا في نفسنا في ماتش شيفيلد. ماتش هيكون صعب اكيد في برامل لين، لكن اكيد ال3 نقط دي ممكن ترجعنا تاني توب فور، يعني واحنا الفرق مش كبير، الفرق بيننا وبين تشيلسي في التوب فور نقطه واحده ولا نقطتين، فالموضوع لسه بدري قوي عليه، والقلق بس من مستوى الماتشين اللي خسرناهم دول. فاش حاجه، صح يا انتوني قوي، يلا اطلع بقى، الكره حلوه دي، شكلها حلوه. انتوني يا ابن اللعيبه، خش يا انتوني، حلوه حلوه، حط يا هويلاند بسرعة يا بالله، مشي كده حلوة. مين طب قابل؟ تشاوميني، ضربة جزاء، بس
صح كده تشاوميني. ماتش شكله صعب جدا ومعقرب يعني، مفيش الكره واحده جت لنا بتاعت انتوني دي. يا رب يا برونو بقى، يعني جول بس يدينا ثقه في نفسنا تاني. برونو خلص دولي دولي والله العظيم. حلوه يا برونو، حلوه يا برونو قوي قوي كده برونو. هويلند خش انت يا ابن اللعيبه، خلص ماشي. حلوه هويلند، هي على يمينه كان عارف صعبه طبعا، بس محتاج تطور بقى رجل ضعيفه شويه. حلوه سانشو قوي. مارتينيز ماشي، اطلع انت يا كابي يلا. بحاول اطور فيك حته هجوميه شويه، بس انت ايه يعني مش احسن حته عندك دي. حلوه دي، الله الكوره، الجول ده حلو قوي برونو، بس هويلاند ادالك ايه يعني، بص مظبوطه يا مارتينيز. طبعا تلات سنتر باك ورا دلوقتي عشان نأمن النتيجه، وان شاء الله تخلص على كده يعني. طلع من هنا، يا ساتر على الكره دي. طبعا لو حطينا الثالث ان شاء الله تبقى الدنيا ظبطت معانا. الله على الجول ده، والله العظيم كان قلبي حاسس بالجول ده. مبروك يا شباب، ثلاث نقط مهمه جدا لينا يعني. ما يشوطش ماينو، حلوه قلنا قوي، المفروض يصفر الحكم بقى خلاص الماتش خلص يعني. يعني هي دي الثلاث نقط اللي احنا محتاجينها بالظبط في التوقيت ده، جت في وقتها جدا بعد الماتشين اللي خسرناهم يعني. سقطت بقى نوعا ما، وسقط الجمهور يعني نوعا ما اتقدمت شويه. ثلاث نقط شايف ان فيهم مكاسب كبيره جدا، اهمها طبعا برونو فرنانديز اللي جاب جولين وعمل اسيست لفاران. يعني الاهم من ده كله ان احنا وصلنا توب فور تاني ورجعنا توب فور تاني، ده بيحط طبعا يعني هدك بقى عليك او صداع علينا كده او ضغط بشكل كبير، ان انت ما بتكون توب فور بتبقى خايف تخسر نقط تطلع بره المركز الاربعه الاولى. لكن نوعا ما الماتش ده ادانا ثقه شويه بعد الخسارتين اللي خسرناهم في ملعبنا. يعني احنا نتائجنا بره ملعبنا احسن من ملعبنا الموسم ده. انا عايز طبعا اغير النقطه دي شويه واغير الجزء دي شويه ان شاء الله في الحلقات الجايه، نحاول بقى نظبط ملعبنا ويبقى يعني نطلع بثلاث نقط بسهوله في ملعبنا. هو ده المطلوب اكيد، دايما ملعبك يكون حصن ليك وحصن لفرقتك، هو ده المهم. احنا كده وصلنا للحلقه، وعجبتك بقى الحلقه اظبطني في لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجديده. السلام عليكم.